السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب. أحلى مسا عليكم، وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب. دايما يكون عندكم الخير ويكون في بيوتكم الرزق. طبعا النهاردة يا جماعة الحلقة بتاعتنا حلقة تعتبر من ضمن الحلقات المهمة جدا والحلقات اللي فيها المعلومة والإفادة. بس قبل ما نتكلم عن الحلقة بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن حاجة بسيطة جدا، هي الموضوع بتاع امبارح اللي احنا كنا اتكلمنا فيه، المساعدات اللي هي ممكن تتعمل للناس اصدقائنا ومتابعين لينا والناس طبعا اللي ظروفها يعني وحشه شويه. نحب نشكر النهارده الناس اللي تقدمت وساعدت بالفعل. الاخ امبارح اللي كان بيشتكي وبيقول ان عنده مشكله شخصيه، شكرا لكل الناس اللي ساعدته واتصلت بيه النهارده وعملت الصح معاه. شكرا للناس الجميله ديت، شكرا للناس اللي في قلوبهم الرحمه، شكرا للناس اللي هي بتدور ازاي تساعد، ازاي تقرب من ربنا اي طريقه. المهم عندي ان انا نقرب من ربنا ونكون اول من ساعد او اول من ساهم شخص محتاج. تعالوا بقى نتكلم تاني عن اللي كنا واخدين قرار ان احنا نعمله، وقلنا ان اي حد عنده مشكله شخصيه، في ناس واخده قروض، ناس عليها وصولات، ناس محتاجه، ناس عندها ظروف في مشاكل محتاجين مساعدات، يشرفنا اي حد عنده مشكله زي كده يشرفنا هنا في المزرعه. هنصور معاه حلقه وننزلها على اليوتيوب على القنوات بتاعتنا، على اساس ان احنا المليون مشترك اللي معانا اكيد في ناس هتحب تساعد الناس ديت وهتتقدم بالخير باذن الله ومشيئه ربنا، سواء من مصر او من اي مكان في الوطن العربي. حلقتنا النهارده يا جماعه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده صادف معايا مقطع فيديو كنت اتفرجت عليه على مواقع التواصل الاجتماعي وبالذات على صفحه اخويا وحبيبي مهند. طبعا اكيد كلكم عارفين مهند من محبي تربيه الكلاب، برضو صاحب الكلبه ديفا، الكلبه الجيرمان شيبرد. تمام، مهند شخص محترم جدا وشخص طبعا اسلوبه ذوق جدا وشخص احنا نعتز ونحترمه جدا، لان من الناس اللي هي ما بيحبش يتدخل في شؤون الناس ولا امور المربين والحاجات دي كلها، بيحب يكون في حاله، بيحب يقدم المحتوى بتاعه بطريقه بسيطه وسهله، بيحب يقدم المحتوى بتاعه ان هو يفيد الناس، عمره ما دخل في مشاكل مع حد لانه دايما بيدور على الحب، بيدور على الاحترام، وطبعا ده بناء عن البيئه اللي هو اللي عايش فيها. طبعا شخص محترم جدا وانا نعتز ان هو يكون صديق ليا مهند. طبعا تحياتي في الحلقه دي لمهند، وتحياتي لكل المشتركين اللي عند مهند كمان، وكمان تحياتي لأي حد بيحب الخير للناس من كل قلبه ودايما بيقول يا رب كلنا نتفوق ونكون ايد واحدة. النهاردة يا جماعة مهند نزل مقطع فيديو، مقطع فيديو ده لكلب بيتبول. تمام، كان بيزوم او بيزمجر او طبعا على بيزوم طبعا على صاحبته. صاحبته دي عبارة عن واحدة مش من مصر يعني. تمام، والكلب طبعا بيزوم بطريقة رهيبة جدا او بطريقة غريبة جدا. معنى كده واضح في الفيديو، انا كراجل بنشتغل في مجال الكلاب اللي حللته في الفيديو. طبعا دي برضو رساله لمهند عشان انا بحب يعني نناقش مهند في الحلقه ديت. اللي لاحظته في الفيديو مهند ان الكلب ده اللي بيعمله ده بناء عن رغبه في السيطره على المكان كله او السيطره على صاحبه شخصيا. تمام، طبعا واضح في عينه، واضح في قلبة وشه، واضح في الحاجات دي كلها ان الشخصية بتاعت صاحب الكلب ضعيفة معاه، واضح ان مفيش سيطرة على الكلب، واضح ان الكلب ما بيتعاقبش، واضح ان الكلب طبعا في مشاكل نفسية عنده. طبعا ده اتكلمنا في حلقة قبل كده لما كان معانا الاستاذ محمد عبد الجواد ونزلنا الكلب بوتشر وكمية اللعب وكمية الحاجات اللي كان بيعملها بوتشر الاول. تمام، والتنطيط واللعب كان ممكن يوصل للحالات دي فعلا يا جماعه، ان انا كل ما بنسيب لكلب الحبل ممكن الحبل ده يلف على رقبتي انا ويخنقني. تمام، يعني في الوقت اللي احنا نزلنا فيه البوتشر ناس كتير اتكلمت وقالوا حرام عليك لما تعاقب الكلب، حرام عليك لما تضرب الكلب، حرام عليك لما تعمل. ملحوظه لكل الناس اللي بتربي كلاب، صاحب الكلب لما يضربه ده ما بيكسرش شخصيته. ملحوظه لكل الناس اللي بتربي كلاب، صاحب الكلب لما يضربه يا جماعه طبعا ده ما بيكسرش شخصيته نهائيا. الحاجه الوحيده اللي تكسر شخصيه الكلب لما يجي اشخاص اغراب يضربوا الكلب في مكانه، دي الحاجه الوحيده اللي تكسر شخصيه الكلب. تمام، طبعا
لما شفت الحلقه اللي مهند نزلها قلت لازم ان انا اصور لكم حلقه، واستاذنت مهند طبعا ان انا ناخد المقطع ده عشان انتوا كمان تشوفوه. تمام، تعالوا يا جماعه نشوف المقطع بتاع الفيديو اللي مهند نزله ونرجع نحلل الموضوع تاني. طبعا بعد ما شفنا المقطع وشفنا شكل الكلب بيعمل ازاي على صاحبته، واضح جدا ان السيطرة معدومة على الكلب، واضح جدا ان مفيش شخصية في التعامل مع الكلب، واضح جدا ان الكلب ده ما اتعاقبش قبل كده. طبعا ده معناه ان انت بتوصل نفسك لحبل المشنقة، ده معناه ان انت بتوصل نفسك للدمار او الموت من كلب. تمام، طبعا كلبي لما يعمل كده معايا ده يبقى خلاص يا رحمن يا رحيم، يبقى انت وصلت كده لمرحلة اليأس. طبعا الحاجات دي كلها يا جماعة بتبقى ناتجة عن سلوكيات من الكلب. يعني انت النهاردة بتقعد تقول حرام ده حيوان نربيه ونلعبه ونقول مش عارف ايه ونبدأ نلعب معاه، والنهاردة خربشني ببقه وخدت الموضوع هزار، بكرة شب عليا وزام خدت الموضوع بضحك ولعب، لا ما نأذيهوش، لا حرام. ناس كتير جم ينتقدوا وتكلموا علشان انت ما تعرفش، مش عشان هما مش راضيين باللي انا بقوله، علشان انت ما تعرفش. تمام، انت ما تعرفش ايه؟ ان انت ما تعرفش تسيطر على كلبك، ان انت كده كده لازم تحتاج لحد يفهمك وحد يفهمك سواء غلط او صح. ناس كتير دخلوا انتقدوا وهم كانوا زعلانين جدا ان احنا بنبين الحقيقة في الحلقة دي ان الكلب لازم يتعاقب. تمام، طبعا في بقى اللي قلبها ضعيف اللي هي بتاكل سوبر نايتي، وفي اللي قلبها ننوس يعني المفروض تربي قطه، وفي اللي قلبه رهيف اللي بيدي للكلب بتاعه 5 جنيه يروح يجيب لمبادة الصبح، وفي ناس كتير. لما بنيجي نطلع الكلاب بتاعتنا حوالي 30 40 كلب من العنبر عشان ياكلوا، بنبقى ماسك في ده عصايه، حته عصايه ماسوره بلاستيك سمراء، نلاقي ناس تكتب لي عليها كومنتات تقول لي انت ماسك العصايه ليه؟ حرام عليك يا اخي، ده انت بتعذبهم يا اخي، ده انت بتذلهم يا اخي. طب ما هو يا اخي لو الكلاب دي هجمت على واحد فينا هتموته يا اخي. طبعا ده مش معناه ان انا بهين الكلب. اوعى تنسى يا اخي ان دي بفلوس، دي حاجات بفلوس كمان يا اخي. اوعى تنسى ان دي حاجات احنا شايلينه ودافعين دم قلبها فيها يا اخي. اوعى تنسى ان لو كلب تعبان احنا بنغيب سهرانين جنبه ونجيب له علاجات يا اخي. لو انت مش عارف ما تتكلمش. لو انت واحد بتنتقد او اي حد بينتقد في حلقة احنا عارفين بنعمل ايه ما تتكلمش. شايفنا غلط ما تتابعش. شايفنا غلط ما تتابعش. طبعا سلوكيات الكلب لو فشلت بيبقى بناء عن تعاملك معاه كصاحب الكلب. سلوكيات الكلب لو نجحت بيبقى بناء عن تعاملك معاه كصاحب الكلب. يعني ابنك لو كبر في يوم من الايام وضرب بالقلم يبقى انت راجل هزق وانت اللي عملت في نفسك كده، وكل الناس هتقول لك كده. ابنك لو كبر قدامك ووطى على رجلك بس قدام الناس يبقى انت راجل محترم وعرفت تربي وانت اللي عملت في نفسك كده. يعني سواء كده او كده فانت اللي عملت في نفسك كده. مش معنى ان انت تقوي شخصيتك على كلبك وتعاقبه وقت اي خطأ هو يعمله يبقى معناه ان انت بتهينه وبتذله كحيوان، لا ده انت بتعرفه. الكلب الرساله الوحيده اللي ممكن توصل له العقاب. اللي يقول لك احبس الكلب بتاعك او امنع عنه الاكل ده بني ادم ما بيفهمش، لان ده ممنعه من النزول وحرمه من الخروج والكلام ده كله، ده بيحاول يشتت افكارك، ده بيحاول يقدرك يعني بالعربي يخليك تتوه. تمام، لا انا بنجيلك على الدغري بنعرفك الدنيا فيها ايه.
الدنيا فيها ايه اللي انت ما تحتاجش لابو نور نفسه كمدرب، الدنيا فيها ايه ان انت ما تحتاجش لحد عشان يربي لك كلبك او يدرب لك كلبك. شخصيتك على الكلب، لما نزلنا الحلقه دي ناس كتير اتصلت بينا وقالوا الله ينور عليك، انا كنت فاقد السيطره على كلبي ولما بدات نعاقبه الكلب احترم نفسه وبقى ماشي تمام. وبصينا برضو لقينا ناس كتير قالوا حرام عليك يا اخي، اتقي الله في دينك، ازاي تعاقب الكلب وتضربه على وشه؟ بناء عن علماء اجانب قالوا ان اصح ضربه للكلب هي في النص هنا بايدك، وما يكونش عباره عن عصايه ولا خرطوم ولا اي حاجه، ضربه للكلب ودايما تكون شخصيتك قويه عليه. مش معنى ان انا نقول لك علماء اجانب يبقى انت هتصدقني، ما انا ممكن نكون بنعرف اكتر من اي حد. ده مش تكبر ولا فهم زياده ولا هنعمل عليك فلحوس والكلام ده كله، لا، اللي انا بنتكلمه انا واثق فيه لاني عن تجربه. لما تيجي تتكلم مع واحد مربي 40 كلب غير ما تتكلم مع واحد مربي كلب، لما تيجي تتكلم مع واحد مربي 40 كلب غير ما تتكلم مربي واحد مربي كلبين او ثلاثه. واحد مربي 40 كلب يعني معناه شاف فيهم الشخصيات كلها. كل كلب عندي ليه شخصيه، كل كلب عندي ليه سلوك واسلوب، كل كلب عندي ليه نظام تعامل. في الاخر كله يكب في السيطره او الشخصيه منك انت شخصيا كصاحب الكلاب دي. ده كلام رسمي. اوعى تحط في دماغك انك يكون عندك عدد كلاب كبير وما يكونش عندك شخصيه قويه ولا سيطره على الكلاب، واوعى تفكر ان انت عمرك ما هتعاقب كلب، لازم هتعاقب الكلاب، اي كلب يغلط لازم يتعاقب علشان يحترم نفسه. كنتوا فرحانين بكلمه خش جوه، كل الكلاب تيجي داخله على البوكسات وتيجي كله يحترم نفسه ويبقى مؤدب، والناس تقول شوفوا كابتن ابو نور بيقول الكلاب خش جوه كله بيجي داخل. ما هو خش جوه كله بيخش ليه؟ بناء عن شخصيتك القويه وسيطرتك عليهم. لكن لو ما فيش سيطره ولا كله هيخش جوه ولا هيبقى نيله، انت هتلاقي نفسك نايم في النص وكله راكب فوقيك. كلاب يا جماعه، الكلب كل ما تديله مساحه زياده في التعامل وحريه زياده كل ما بتنقلب ضدك. مش معنى كده اننا بنخوفك من تربيه الكلاب وبنقلقك وبنخليك ترجع لورا، لا، تعامل مع الكلب طبيعي خالص. خلي شخصيتك قويه مع الكلب. يعني معنى كده ان اي خطأ الكلب يخطئه عاقب عليه، ما تسيبوش يعدي. معنى كده لما الكلب يعمل حاجه كويسه وبسطتك كافئه عليها، واوعى تنسى ان انت تكافئه وتطبطب عليه وتقول له برافو وتدي له حاجه ياكلها كمان. اوعى تنادي على كلبك من بعيد عشان تضربه، لان هتخليه كده يبدا يكرهك وما يجيلكش. اوعى تخلي كلبك حد يهينه او حد يضربه او حد يكسره قدام عينك او في مكانه، لان انت كده هتبدا تكسر الشخصيه كده بالنظام الصحيح. كسر الشخصية للكلب هي لما حد غريب يهين الكلب قدام عيني أو في مكانه اللي هو قاعد فيه، هيبدأ ما يثقش في أي حد يخش مكانه. طبعًا بكده أكيد أنت فهمت، وأكيد فهمت قصدنا إيه. الحلقة اللي مهند نزلها جت على الجرح، يا رب تحسوها وتشوفوا عين الكلب وهو بيبص لصاحبته عينه إيه. في الآخر نقول لكم تحياتي ليكم، ويا رب الحلقة دي تعجبكم. ما تنسوش يا جماعة لايك وشير وتفعيل الجرس، وأحلى مسا عليكم. وكل سنة وانتم طيبين، وزي ما احنا مكملين بإذن الله حلقتنا عن على اقتناع بكل حاجة احنا بنعملها، صدقوني مش هنرد، مش هندور على منتقدين، لأن كل واحد بيكتب بيدي كلامه وخلاص ما هوش عارف هو بيقول ايه. كل واحد حر، زي ما انا حر ان ننزل الحلقة بتاعتي واللي ياخد بيها ياخد، اللي ما ياخدش بيها هو حر، تمام؟ زي ما انت حر ان انت تشوف قناة ابو نور وقناة كذا وقناة كذا وقناة كذا، كل واحد فينا ليه الحرية. طبعا مزرعتنا المزرعة الوحيدة على مستوى محافظة البحيرة تما. الحمد لله بيجي لنا ناس من كل محافظات مصر ومن كل دول الوطن العربي بيتعاملوا معنا. أحب في الآخر الحلقة دي أشكر الناس دي على ثقتهم الزايدة ومحبتهم ليا، وزي ما أنا مكمل معاكم كل معلومة هعرفها هوصلها لك بطريقة بسيطة وبطريقة شعبية وسهلة خالص، يعني بالأسلوب الفلاحي. معنى كده ان باذن الله مكمل معاك لحد ما اموت، مش هستخسر فيك اي معلومه ولو اي حتى حط بيني وبينك حواجز او بنى سوار عشان ما توصلكش الفكره البسيطه. في الاخر احب اقول لك تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهد ومشترك معانا، وتحياتي لمهند وتحياتي لكل مشتركين مهند الناس الجميله، تحياتي للجميع. ما تنسوش يا جماعه لايك وشير للحلقه دي عشان كل الناس تستفاد.
احلى مسا عليكم، كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش اي حد عنده مشكله شخصيه يا ريت يبعته لنا هنا وهنصور معاه حلقه، واكيد عندنا ناس جميله جدا تساعده، وهيكون باذن الله فيها خير. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.